السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله هنقدم لكم الشوكولا المعروفة باونتي بدون حليب مركز، اقتصادية ولذيذة، يمكن لأي واحد يحضرها في المنزل دياله. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. اول حاجه كناخذ كسرونه ونوضع فيها 70 غرام تاع الحليب و70 غرام تاع السنيده، وكنضيفوا كذلك 100 غرام تاع الزبده، ومن الاحسن تكون نوعيه جيده. انا كنستعمل زبده بلديه مخففه، وكنرش شويه تاع الملح ونحرك الخليط تذوبنا الزبدة. وكناخدو الكوك، وخاصو يكون نوعية جيدة ويكون بيض والريحة ديالو فيها نسمة تاع الكوك، وكنضيفوه غير بشوية، ما تودعوش مرة واحدة باش ما تجيكمش العجينه قاسها، وخاصها تكون جاريه شويه كيف ما موضح ليكم، وكتبقى على حسب الكوك، كاين اللي كيشرب وكاين اللي لا. انا خدات لي 100 غرام تاع الكوك. وكنحركو مزيان ونوضعوها في مول متوسط وفيه ورق الطبخ. وكنسرحوا الكوك ديالنا في المول، ونضغطوا عليه مزيان بالملعقة ونقادوا الجوانب. ندخلوا المول ديالنا المجمد حتى نحسوا انه شد راسو مزيان ونقدروا نقطعوه بسهوله. من بعد ما خرجناه من المجمد نقطعه شرائح متوسطة،
وكنجمعوا جوارب الكوك باش يعطينا شكل شوكولا باونتي. ندخلهم مرة أخرى للمجمد تقريبا 10 دقائق. في حمام مائي كنوضع 150 غرام تاع الشوكولاتة مخلط ما بين الشوكولاتة تاع الحليب والشوكولاتة مر. اللي ما عندوش شوكولاتة مر يكتفي غير بالشوكولاتة تاع الحليب، ماشي مشكلة. كنزولو الشوكولاتة ديالنا فوق البوطة ونضيفوا له 2 معالق كبار زيت نباتيه، وخاص ما تكونش فيها الريحه مجهده. واللي دار شوكولات عادي يضيف غير معلقه كبيره تاع زيت نباتيه. من بعد ما خرجنا القطع من المجمد كنوضعوها مباشرة في الشوكولاتة. وكنستمر بنفس الكيفية حتى ننتهيو من الكمية اللي عندنا، ونوضعو القطع في الثلاجة حتى يتماسك لينا الشوكولات. في الأخير كنزينو بخطوط من الشوكولات. منين تبرد لينا تماما نقادو الجوانب بالسكين ونقدموها بألف صحة وراحة.